انضم معنا من الرياض المهندس محمد العلي، عضو مجلس الشورى. اهلا بك معنا سعاده المهندس. حياك الله يا ضيف. اهلا بدايه، يعني لماذا برايكم يعني في مجلس الشورى لم تسهم وزاره الاسكان في حل مشكله الاسكان حتى الان؟ طبعا وزاره الاسكان يعني لا شك انها تبذل جهود يعني حثيثه في سبيل توفير السكن المناسب لل المواطن، ولكن يعني وكان من ضمن الاستراتيجية وضعت استراتيجيات، وضعت رؤية وبرامج. طبعا العبرة دائما يعني بتقييم أداء الوزارة هو ما يعني يتم على الأرض فعلا في الواقع، يعني أو بالأحرى ما يتم تسليمه من المواطن من منتجات يعني سكنية. فلهذا الأساس يعني بالاطلاع على تقرير الوزارة اليوم في مجلس الشورى، يعني ناقش المجلس التقرير، وكان التقرير حقيقة يعني ملخص في يعني عرض شامل لمبادرات وبرامج الوزارة، ولكن كان يعني لا يعطي صورة كافية بحيث أنه يقرر المجلس أنه الوزارة بإذن الله يعني ماشية في الطريق الصحيح. قد يكون فيه اختصار شديد، لهذا السبب لم نتمكن من تحديد هذه الجهود. يعني هل من ممكن بعد جلستكم هذه ورفع التوصيات أن تقوم بتسريع الوتيرة وإيجاد حلول سريعة وزارة الإسكان أقصد؟ والله وزارة الإسكان عندها برنامج حقيقة جيد، يعني هو اللي هو برنامج سكني. برنامج سكني أعلنت الوزارة أنها ستقدم 280 ألف منتج سكني. بدأت هذا البرنامج من بداية يناير 2017، وهو عبارة عن وحدات سكنية جاهزة وفلل، وبالإضافة إلى أراضي كمنح مجانية وقروض. طبعا حسب التقرير أن هناك من 280 ألف الوزارة سلمت تقريبا أو بالأحرى وزعت 156 ألف منتج سكني. إحنا السؤال الذي يعني يطرح نفسه هو كم من المواطنين بالفعل استلم من هذه المنتجات؟ يعني طبعا هي مثلا عندما نتكلم عن 44 ألف تمويل سكني، 47 ألف أرض سكنية، 55 ألف وحدة سكنية، هذا طبعا أرقام جيدة يعني وجهد إيجابي واضح، ولكن يعني هل فعلا يعني استلم المواطن هذه المنتجات؟ أنتم قلتم أن هناك شح في المعلومات كذلك. أي نعم، والتقرير ما يعني أوضح أنه وزع، ولكن حقيقة احنا نحتاج مثلا المفترض ان المطورين ينفذوا 110 ألف وحدة سكنية، احنا لا يوجد في التقرير ما يوضح يعني سير العمل في هذه المشاريع، هل حتتم؟ لان الوزارة وعدت انها تسلم هذه المنتجات في خلال 3 سنوات، فبالتالي يعني من المفترض انه يكون التقرير تضمن قائمة بالمطورين بهذه المشاريع، نسب الانجاز، حتى يعني نلمس بالفعل أن هناك جهود واضحة وأن المواطن سيستلم هذا المنتج في الوقت المحدد. طيب شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض المهندس محمد العلي العضو بمجلس الشورى، أشكرك.